وردة! بنت يا وردة! أيوة يا حاج مرني، سخني لي الكارع اللي فايت من العشاء. عينيا، قررت تاكل كوارع؟ اه قررت. حاضر. يوه، مال وقعت مني. ايه؟ ورق الطلاق. حلو قوي الجو ده. بص بقى يا ورده، شغل السهوكه والخلاعه ده ما بيدخلش عليا. وبعدين عايز اقول لك على حاجه هتصدمك، امكانياتك مش ماشيه مع اهدافك. لا متهيألك يا حاج، كل اللي في المنطقه اعترفوا بامكانياتي. كلهم بيخدعوك يا ورده. بقول لك، البضاعه وصلت؟ وصلت. قطعتيها؟ لسه. سلفنتيها؟ لسه. بعتيها؟ ابيعها ازاي وانا لسه لا سلفنتها ولا قرطنتها ولا قطعتها؟ وطي صوتك. بقول لك ايه؟ ايه يا حاج؟ انا بقالي 50 سنة في السوق، سمعتي زي الجنيه الذهب عشان ملتزم في مواعيدي. انا بقيت نمبر 1 في المخدرات عشان ما باخرش الشغل. خش قطعي وسلفيني وجهزي البضاعة. يلا غوري. من عينيا، بس اياك يطمر. مش هيطمر. حلقتها. هي ايه؟ ورقة طلاق. ايه خالص يا المجنونة دي؟